السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة مباشر وحصري من داخل مزارع المهندس مرسي محمود، هنعرض لحضراتكم العرض اللي كلكم كنتم مستنيينه، وهو عرض الأضاحي. ناس كتير جدا كلمتني عايزين عرض اضاحي من مزارع المهندس مرسي محمود، فاحنا ما نقدرش ان احنا نتاخر على حضراتكم، والعرض دوت مباشر يا جماعه، تصوير مباشر. وخلينا نعرف بس التفاصيل ونصبح المهندس مرسي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل عليكم وعلى كل المتابعين الكرام يا رب. ربنا يخليك يا فندم. استاذ حضرتك تقول لنا بقى التفاصيل كلها بتاعت الغنم ديت، اللهم بارك. يعني انا شايف ان حاجه محترمه جدا جدا جدا، ويعني اللي هياخد خروف من دوت هيقعد يدعي لك. الاول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. الخرفان اول حاجه السن بتاعها عدى الست شهور. السعر الاضاحي. تمام؟ اللي هو نسموه خروف عيادي، عدى خلاص الست شهور بتوعها. دي نمره واحد. نمره اتنين، وزن الخرفان دي من 40 ل 45 كيلو. تمام؟ سعر الخروف عندنا في المزرعه هنا بيطلع ب 4000 جنيه. ما شاء الله. الوزن من 40 ل 45. الناس لما تيجي تقول طب الكيلو واقف ب 100، لا ده ميزان صغير، الكيلو معدي فيه ممكن يعدي ال 100 كمان، ده ميزان صغير. الميزان التقيل موجود وارخص من كده. ما شاء الله. ليه طلبات الناس؟ انت عايز تسيب الخروف معانا لحد يوم الوقفه برضه هي ال 4000 جنيه، عايز تيجي تاخده يوم العيد الصبح برضه هو ال 4000 جنيه. تاخده النهارده هي ال 4000 جنيه. تمام. يعني يعني اللي عايز دلوقتي يجي مثلا ياخد خروف بس ما عندوش مثلا مكان، يقدر ان هو يسيبه ويستلمه قبل الوقفه، صح كده؟ يستلمه يوم الوقفه. يوم الوقفه كمان. تمام. ما شاء الله. لو جمعنا عدد مثلا من الطايره هننزل عربيه على حساب المزرعه لحد عندك. تمام. تجيبه لك لحد عندك هناك. تمام. العدد اللي موجود عندنا دلوقتي 100 خروف. ما شاء الله. العلف بتاعهم قمح وعلف وطنيه، الاثنين بنحطهم على بعض دلوقتي. تمام. ممكن برضه تصوروا ما شاء الله. تمام. حاجة بسم الله ما شاء الله. يا ريت يا جماعة اللي يتفرج على الفيديو دوت، يا ريت يسمي ربنا، يسمي الله ويقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا انا مش عايز اقرب شوية كمان يا جماعة عشان هما بيعلفوا، فممكن يعني ايه يوقعوا العلف او العلفات، فانا مش عايز اقرب منهم اكتر من كده. ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة فوق الوصف، حاجة محترمة، حاجة برق بيور يا جماعة، للمرة المليون حاجة برق بيور. عشان كده انا دايما بقول لكم اشتروا من مزرعة موثوق منها، اشتروا من مزرعة موثوق منها، مزرعة بتأكل اكل نظيف بموارد الله. هنحاول نقرب منهم شوية صغيرين بس كده اوريكم العلف. اهو يا جماعة، اهو اهو العلف اللي مش باشمهندس قال عليه. ما شاء الله. اللهم بارك. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين الغنم على الطبيعه. احنا ما بنقولش تعالى خاص ولا نبعت لك صور ولا الكلام ده، لا، احنا الحاجه الجد بنصورها طول عمرنا، لان احنا عارفين شغلنا كويس قوي الحمد لله. طبعا المهندس مرسي محمود يا جماعه غني عن التعريف،
بسم الله ما شاء الله. طيب يا باشمهندس، نستأذنك في رقمك عشان أي حد محتاج أضحية من هنا. 012-268-444-29. تمام. أي حد يا جماعة محتاج أي أضحية سواء في القاهرة سواء في أي محافظة يتواصل على المهندس مرسي محمود على الرقم اللي هو قاله، 012-268-344-29. والاتصال يا جماعة متاح بي من 10 صباحا لعشرة مساء. الاتصال متاح من 10 صباحا لعشرة مساء. تقدر تكلمه عن طريق الواتساب او تليفونيا. وزي ما ذكر المهندس مرسي محمود، الاضحية من 40 لـ45 كيلو، الخروف عامل 4000 جنيه. طبعا حضراتكم بسم الله ما شاء الله، انا مش هقول لكم شوفوا الاحجام، انتوا شايفينها بنفسكم في الفيديو. متنسوش يا جماعة اللايك للفيديو، ولو أول مرة تتفرج علينا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات والعروض اللي بتنزل يوميا على قناة المزرعة البيتية. أشوفكم على خير، وأسيبكم بقى تتفرجوا على المال الطيب دوت في كل هدوء مع كوباية الشاي الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.